قبل الثورة ما كنا بنتخيل، يعني قبل سنة من الآن ما كنا بنتخيل إنه يعني ما كنت متوقع إنه أنا أكون في فريق سيدات ومارس رياضة اللي أنا بحبها من زمان، لأنه كانت الحاجة دي يعني على قيود وعلى إنه المرأة ما ممكن إنه تمارس كرة القدم. السابق يمكن كانت او هذا المنشط كان من الصعوبه بمكان انه نتعامل مع كره القدم للسيدات بواقع معاش، بعض التعقيدات ربما واجهت هذا المنشط في السابق، ولكن الان الناس تتطلع لواقع جديد، تتطلع لرؤى جديده، لطموحات جديده. المجتمع قابل لانه يتقبل هذه الفكره، يتقبل وجود المراه في كل المجالات.